السلام عليكم، كيفكم يا رابع؟ بدأنا الحصة الماضية بمقارنة الأعداد، اليوم رح نكمل ترتيب الأعداد. أخذنا إنه مقارنة الأعداد أول شيء نعد المنازل، إذا تساوت المنازل نبدأ المقارنة من اليسار إلى اليمين. اليوم رح ناخذ كيف نرتب الأعداد تساوتية ومتنازلية بنفس الطريقة. واحد نعد المنازل، اثنين نبدأ مقارنة من اليسار إلى اليمين. نشوف المثال الأول مع بعض. أرتب الأعداد الآتية تصاعديا من الصغير إلى الكبير. نبدأ بقراءة الأعداد: 45683، 456831، 45684. أولا نعد المنازل: 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5. لاحظنا أن هذا العدد 5 منازل، هذا العدد 5 منازل، هذا العدد 6 منازل. في العدد المختلف نحط عليه دائرة ونحكي إنه هذا سواء الأصغر أو الأكبر بينهم. بما إنه هذا 5 منازل وهذا 5 منازل وهذا 6 منازل، إذا هذا العدد الأكبر بين الأعداد. إذا بستثني العدد الأكبر بين الأعداد وبكمل بين العددين الأصغر، ببلش من اليسار إلى اليمين. تساوت المنازل، نبدأ نقارن من اليسار إلى اليمين: 4 4 5 5 6 6 8 8 3 4. إذا هذا هو العدد الأصغر المطلوب تصاعديا من الصغير إلى الكبير. نضع أول عدد. ننتبه يا رابع إنه إحنا بنرتب الأعداد بنحط أصغر عدد من جهة اليسار. إذا بدي أبلش ترتيب سواء تصاعدي أو تنازلي، نبدأ كتابة الأعداد من اليسار. هاي أول عدد كتبناه، هذا الأول. إذا ها الثاني: 4 5 6 8 4. والعدد الأخير اللي أنا حطيت عليه الأكبر كان عدد منازله أكبر، بنزله آخر شيء. هيك أنا رتبت الليدر برضه عشان ما نخربط إنه هذا العدد الأول، هذا العدد الثاني، وهذا العدد الثالث. إذا هيك أنا رتبت ترتيب تصاعدي من الصغير إلى الكبير. نشوف المثال الثاني. ورتب الأعداد الآتية تنازليا من الكبير إلى الصغير. نبدأ بقراءة الأعداد: 703456، 635432، 34235، 615432. المطلوب مني ترتيب الأعداد تنازليا، أي من الكبير إلى الصغير. نبدأ بداية كما تعلمنا بعد المنازل: 1 2 3 4 5 6 منازل، 1 2 3 4 5 6 منازل، 1 2 3 4 5 و 1 2 3 4 5 6. لاحظنا إنه هذا العدد 6 منازل، وهذا العدد 6 منازل، وهذا العدد 6 منازل، بس عندي هذا العدد 5 منازل. فالعدد الذي يتكون من 5 منازل هو العدد الأصغر بين هذه الأعداد، فبحط عليه دائرة، بحط الأصغر. أنا هيك سهلت على حالي يا رابع، فاستثنيت أحد الأعداد وهو أصغر عدد. بما إنه مطلوب تنازليا فإذا هو آخر عدد رح يكون عندي. بكمل بالأعداد الموجودة هون. بما إنه تساوت المنازل نبدأ المقارنة منزلة منزلة. أول شيء عندي 7 6 6، السبعة هي الأكبر. إذا أول شيء بنزل العدد الكبير من اليسار كما تعلم. هيك أنا نزلت أول عدد، هذا استثنيته، بتقدر تحطه مثلا في إكس صغيرة أي شيء عشان اعتمد إنه خلصنا هذا العدد. ضل عندي هذا العدد وهذا العدد، قارنا 6 6 0 1، الواحد أكبر، إذا بنزل هذاك العدد 115432. بعدين يا رابع خلصنا هذا العدد، هسا هذا العدد بنزله. والعدد اللي استثنيته أول إشي من خلال عد المنازل كان 5 منازل وهو الأصغر، بنزله آخر إشي. أنا هيك ركبت ترتيب تنازلي من الكبير إلى الصغير، هذا العدد الأول، وهذا العدد الثاني، وهذا العدد الثالث، وهذا العدد الرابع. إذا
واحد نعد المنازل، اثنين نبدأ مقارنة من اليسار إلى اليمين.